صباح الخير يا زينة. صباح الخير يا شادي، انت ايه اللي جايبك بدري كده؟ عادي يعني، صحيت بدري فجيت. هو مفيش حد هنا؟ ما انت عارف ان وليد ما بيجيش بدري. ولا ماجد؟ وماجد ايه اللي هيجيبه دلوقتي؟ طيب خلاص، ما تزعليش قوي كده. شادي، انت شكلك عايز تتكلم في حاجة وجاي بدري مخصوص عشان كده. بصراحة اه. طب ولزومها ايه اللفة دي كلها يا ابني؟ ما تدخل في الموضوع على طول، هو في بيننا احراج؟ ده انت زي اخويا محمد بالظبط. اخوكي محمد؟ خلاص يا عم بلاش محمد، زي اخويا حسين بالظبط. يبقى اللي انا فاهمه صح. اللي هو ايه بقى؟ ماجد. ماله ماجد؟ انا حاسس يعني ان في استلطاف. استلطاف؟ عموما هو حر. انا بتكلم عنك انتي. انا ما قلتلك يا شادي انك زي اخويا، ولو في حاجة زي كده هقولك. وبعدين انت طب قفل بقى على الموضوع ده وافتح لحسن باين انه جه. ما هو بيجي بدري اهو. يا عم وانا مالي، روح افتح بس. ده ايه النشاط ده؟ ده انا ولا انت؟ صباح الخير الاول. صباح الخير. صباح الخير. الله، ده وليد كمان جه اهو. مالك يا زينة؟ شكلك متضايقة من حاجة. اهو شفتي، من ساعة ما جيت وانا بقول لها كده. لا صحيح، في ايه يا زينة؟ انتي متغيرة خالص النهاردة. ابدا مفيش حاجة، انا بس زهقت من الشركة والقعدة بين اربع حيطان هنا وفي البيت. طب ما تيجوا نشوف اي كافيه ولا حاجة نغير جو. لا انا نفسي اسافر. خلاص نطلع على الساحل فورا. لا انا نفسي اشوف خضرة وزرع ومية. تصدقوا نفسي اروح الارياف او الصعيد، حاجة كده. زرع وارض ومية؟ يا نهار اسود. في يا مجد؟ يا نهار اسود. خلاص طب اوكي نروح الساحل. يا نهار اسود. في ايه يا عم الغراب؟ صدت نفسنا عن كل حاجه. زمان برعي قتل مرعي. ايه يا عم ذئاب الجبل اللي انت بتحكي عليهم دول؟ مين شوقي فتحي اللي انت بتقول عليهم دول؟ برعي ومرعي. طب اقعد بس وحده واحكي لنا. هو النهارده كام؟ النهارده 25/7/2013. طب استنوا كده لما اشوف حاجه في الليسته. لستة ايه؟ يا نهار اسود. ييه الغراب رجع تاني. النهارده مرعي هيستلم الفيلا وبرعي هيروح يخلص عليه. فيله ايه؟ فيله مرعي. طب اهدى كده واحكي. مفيش وقت، هحكي لكم في السكه. هنروح فين؟ طريق اسكندريه الصحراوي. الله، ودي فيها نيل وزرع وكده؟ نيل ايه وزرع ايه؟ بيقول لك حمدي خلص على بشندي. طب يعني احنا هنروح كده على عمانة؟ انت متوتر كده ليه المرة دي يا ماجد؟ بس المرة دي الموضوع كبير قوي، اكبر من بتاعنا جتاكو بكتير بكتير. ده طار. انا عارف من الاول ومتأكد انك عليك طار. واحد عمل المصايب دي كلها ضروري يبقى عليه طار، ضروري. مش انا يا اخي، مش انا. الحمد لله. طب اهدى بقى كده وقول لنا في ايه. هحكي لكم الموضوع من اوله. بقى انا سنة 2009 دي بالتحديد كنت محتاج شوية فلوس كده عشان داخل على مشروع كبير، وكنت مخلص بيع كل الفيلل بتاعت قرية مكدونيا. دي اللي على طريق اسكندرية؟ بالظبط كده، بس كان فاضل فيلا واحدة لسه ما تبعتش. قرية مكدونيا 2009، الطريق الصحراوي. مساء الخير يا ولد. أهلان يا عمدة. مساء الخير. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. وإيه الأخبار؟ الحمد لله يا حاج. وإزاي الصحة؟ طب ثانية واحدة كده يا عمدة، جيب السبحة. ليه يا ولد؟ أؤمر يا حاج. مرعي يا ولدي، مرعي. الأمر لله يا ولدي. أنت إيه؟ صحتك كويسة؟ اللهم طولك يا روح. قصدك إيه يا واد عاد؟ أبدا يا حاج، أنا قلت حاجة. أنا بحسب قلت لي بقى. أنت أحوالك عال؟ أنا بومب يا حاج و24 قراط. 24 قراط؟ لا بقى، ده أنت عارف حاجة عن الموضوع. حاجة إيه بس؟ وإيه البندقية دي يا حاج برعي؟ وكمان بتقول لي يا برعي؟ قصدي يا حاج مرعي. وفرقت إيه بس يا عمدة؟ ما هي محصلة بعضها. وأنت إيش دراك ببرعي؟ يا عمدة غلطت بس في الاسم مش أكتر. ما تخيلش عليا الحركات دي يا واد الفرطوس. الله يسامحك يا حاج، بس حاسب البندقية دي وفهمني بالراحة كده. أنت اللي حتما تفهمني. عرفت منين حكايه ال 24 جراد دي يا حاج مرعي؟ دي كلمه بتتقال عادي كده، فض مجالس يعني. طب وحكايه برعي؟ غلطه مطبعيه يا حاج. اخضع يا واد. هو واحد يقول له ابرك وواحد يقول له اخضع. تعرف برعي منين؟ اكيد اتفق معاك عشان ياخد بتاره مني، وحكى لك كمان حكايه ال 24 جراد سبب المشكله. ابدا والله يا عمده، ولا اعرف اي حاجه عن الحاجات دي. اكيد اكيد يا عمده. يا ساتر. ايوه كده، شيل البندقية وهمد، قصدي وهدى. وانت مليح يا ولدي؟ إلا مليح، ده أنا زي الفل اهو. طب شوف لنا فيلا حداك هنا في البتاعة دي. يا سلام يا حاج، ده انت تؤمر. وكمان حظك حلو، لأن الفيلا اللي هتاخدها دي لاست بيس. ايه اللاست بيس دي يا واد؟ اللي هو ايه، الشيطان يعني؟ لا، الشيطان ايه بس يا عمدة،
قصدي يعني انها اخر فيلا. وكبيرك ده يعني وشرحه؟ امال ايه، دي فيها جنينة كبيرة. كام فدان عاد؟ هي ايه دي اللي كام فدان؟ الجنينة يا عاد، مش هتقول فيها جنينة؟ لا يا حاج، دي جنينة صغيرة كده قدام الفيلا، تيجي 50-60 متر كده. 60 متر؟ دي ما تبقاش جنينة يا عاد، احنا حدانا نسموها قصرية. قصرية؟ هي فيها قصرية يا حاج، وفيها كمان بسين. ايه بزيم دي؟ زي ده يعني اللي في الجزمة؟ وريني كده يا حاج. لا يا حاج، ده الابزين بتاع الجزمة، التاني حوض كبير مليان مية. ما تقول ترعى يا واد، مكسوف ليه؟ طب يا حاج، تحب نتكلم في السعر وطريقة الدفع؟ دفع ايه هاد؟ احنا ما بندفعوش عاد. ما بندفعش عاد ازاي؟ انا حتكفل بحماية القرية بتاعتكم دي مقابل الفيلا. ايوه يا عمده، بس انا عندي سيكيورتي. وانا عندي بندقه. انا قصدي يا عمده، انا عندي افراد امن. وانا عندي فرد خرطوش. هاد خبر ايه؟ بقول لك ايه، انت شكلك كده هتضايقني، ارفع يدك. ايه بس يا عمده، في ايه؟ ليه رفعت البندقيه تاني؟ هات العقد. ادي العقد، امضي. بس يا حاج، دي سرقه بالاكراه. امضي هاد وبلاش مجوحه. مضينا يا عمده. قول مبروك. مبروك. وايه رايك بقى؟ لا في حمايه ولا دياولو، عشان تبقى تتلامد كويس وتبقى تعرف انت بتكلم مين وتخلي بالك. خلي بالك يا ماجد. معلش انا اسف. معلش ايه يا عم، احنا كنا هنطلع فوق العمود. اصل الموضوع ده لما بفتكره بتضايق قوي بصراحة. حاجة تفرز يجي كده بكل بساطة وياخد الفيلا. بس انت على كده سبته يمشي وخلاص؟ لا طبعا، ده انا ماجد برضو. بعد ما مضينا العقد ابتسمت وعملت نفسي مش هممني وطلبت له شاي. يبقى اكيد حطيت له سم في الشاي. سم ايه بس؟ مش للدرجه دي. امال عملت ايه؟ استنوا بس، هعمل التليفون ده واحكي له. الو. ايوه صبحي. بقول لك ايه، الراجل بتاع فيلا 52 استلم ولا لسه؟ استلم وموجود كمان من الصبح. الله يخرب بيتك يا شيخ. لا يا صبحي، لا لا لا، ما تاخدش في بالك. يلا سلام سلام. استلم وراح. راح ده زمانه، راح في 60 داهية، وعشان كده لازم نلحقه. الله يخرب بيتك يا شيخ.